كل حضراتكم مرة تانية. هنتكلم معاكم من خلال الفقرة دي عن عنصر في منتهى الأهمية، يمكن مش كل الناس مدركة أهميته، ويمكن كمان يكون في البعض من الناس اللي مش عارفين بوجود هذا العنصر من الأساس. محلل الأداء في الفرق الرياضية بيكون واحد من أهم أسباب ومن أهم عوامل النجاح وكشف عناصر القوة والضعف عند الفريق وحتى عند الفريق الخصم. طبعا منظومة الأهلي كلها بشكل عام طبعا منظومة في منتهى النجاح، لكن احنا بنتكلم تحديدا عن كرة القدم وعن الجهاز الفني اللي الحقيقة برضو كله عناصر ناجحة جدا وبتكمل بعض. هنتكلم النهاردة عن أهمية دور محلل الأداء مع كابتن أحمد سليمان، وهو محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك ومنورنا. صباح الخير عليكم، وصباح الخير على كل الأهلوية في مصر والعالم العربي كله. صباح النور. وكابتن احمد قبل الهوا قال لنا انا من متابعين البرنامج، فدي حاجه يعني اكيد سعيدنا جدا. وعايزه بقى اروح مع حضرتك هنا لو هنتكلم تحديدا للنقطه اللي كريم قال عليها، وهي فكره يعني اهميه دور محلل الاداء وفكره كمان كشف ثغرات الفريق المنافس. بص هقول لحضرتك حاجه، هنتكلم في الاول عن هنرجع مثلا 10 سنين ورا ممكن. احنا معاك ماشي. من 10 سنين ورا كان المدير الفني هو كل حاجه، هو المسؤول عن الجوانب الفنيه والمهاريه والتكتيكيه في الملعب، مسؤول عن الجوانب البدنيه، احيانا كمان بيبقى مسؤول عن الجوانب الاداريه، مسؤول عن استكشاف الخصم، مسؤول عن اداره المباراه. دخل بعد كده دور الجهاز المعاون ليه كمدرب، بعد كده مدرب عام، مدرب حراس المرمى طبعا، دخل بعد كده تخطيط احمال. في اخر 5 سنين ظهرت طبعا علم جديد، طلع علم الاحصائيات والداتا بتاعت كل فريق. فطبعا مع الشركات ديت كان لازم وجود عضو في الجهاز يقدر يقرا البيانات ديت ويقدر يحللها بشكل كويس جدا ويترجم الارقام ديت والخرائط الموجوده للملعب يقدمها للمدير الفني عشان يستكشف بيها الفريق بتاعه الاول وبعد كده الفريق الخصم. صح. فاستكشاف فريق الخصم دوت حضرتك حوالي ايه اقول لحضرتك ايه 4 محاور مثلا او 4 اتجاهات، الحالات الهجوميه بتاعته، الحالات الدفاعيه بتاعته، التحولات الدفاعيه والتحولات الهجوميه كونتر اتاك، تمام، الكور الثابته اللي ليه واللي عليه، وكل لاعب بقى كمان ويعني والاداء بتاعه في الملعب، علشان برده لما يبقى فيه زي منافسه بعد كده على الارض يبقى كل لاعب من عندنا فاهم ازاي او نقاط الضعف بتاعه اللاعب الاخر. خلينا نقول حاجه مثلا في اخر ماتش الزمالك نهائي افريقيا، كنت عامل فولدر تمام لكل لعيب في الزمالك، ال 18 لعيب بالظبط، صح، ال 18 بدءا من حراس المرمى لغايه الاساسيين والاحتياطيين. يبقى انا بتكلم صح؟ حضرتك بتتكلم صح مظبوط. فكل لعيب كان ليه فولدر، كنت عامله فولدر مثلا من 3 دقائق ل 4 دقائق بديه للعيب اللي هيلعب عليه يعرف كل لعيب هيبقى عامل ازاي. يعني مثلا محمد هاني على بن شرقي، مثلا ياسر ابراهيم مع مصطفى محمد، او ايمن اشرف مع مصطفى محمد، كل لعيب واللعيب اللي هيلعب عليه من الزمالك، نفس الكلام من الخط اللي قدام. اوكي. طب هل محلل الاداء بيقتصر شغله على تحليل الاداء فقط من غير ما يكون في اي مساحه لاقتراحات، ولا الاقتراحات دي ممكن تتضارب مع طبيعه عمل المدير الفني؟ لا هقول لحضرتك حاجه، هو ممكن يقول اقتراحات بس بحاجه استشاريه المدير الفني ممكن ياخد بيها، واخد بال حضرتك؟ يعني انا مثلا طريقة اللعب في النادي الأهلي أو الأندية الكبيرة بيبقى سيستم واحد، ما ينفعش المدير الفني يغيره عشان خاطر أي كان المنافس هو مين، بيلعب بنفس السيستم. بس الثغرات الدفاعية اللي موجودة عند الفرق التانية هو ممكن يستخدمها من خلال تكتيك في الملعب معين هو بيقوم بيه، بيمرن اللعيبة عليه، لكن السيستم بتاع الفريق هو السيستم شغال واحد بس. طيب إيه تاني ممكن نفهم من حضرتك يا كابتن أحمد طبيعة عملك كمحلل اداء؟ يعني ايه تاني حضرتك ممكن تكون بتقوم بيه؟ ما بقول لحضرتك استكشاف الخصم دي اول حاجه زي ما قلت لحضرتك، تمام. الحاجه الثانيه في التدريبات كلها بتتصور، بتتحلل، بتتقدم تقرير ريبورت بيها للمدير الفني بعد كل تدريب، تمام. الحاجه الثالثه بقى اثناء المباراه بدون الملاحظات بتاعه الشوط الاول بالكامل، سواء الحالات اللي لينا او اللي علينا، بديها للمدير الفني بين الشوطين هو بيتكلم بيها مع اللعيبه لو في حاجه ضروريه. تمام. طب تمام. والفكر بقى بتاع كل مدرب يعني هل بيختلف؟ يعني ممكن حضرتك مثلا ترتاح في العمل او تلاقي توافق اكتر مثلا او استجابه اكتر من مدير فني عن مدير فني بلا يعني من غير ما نذكر اسامي يعني. لا 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 خالص، هو اصل هو شغلي كمحترف، تمام، انا بقدم شغلي للمدير الفني
لكن اريحيه او عدم اريحيه دي بتعتمد بقى على الثقه اللي موجوده. بمعنى اقول لحضرتك على حاجه، الجهاز المصري برضو مثلا مع كابتن محمد يوسف، احب اشكر كابتن محمد يوسف طبعا ان هو اول واحد اداني الفرصه جوه النادي الاهلي، تمام. اللغه واحده، العادات واحده، القعده بتبقى كلها واحده، فاهمين بعض، فتوصيل المعلومه بيبقى سهل شويه. طب في حاله لاسارتي وفايلر ومؤخرا طب كفكر اوروبي فعلا وافريقي او يعني هقول حاجه يعني مثلا هبدا بمستر لاسارتي، جه في وقت صعب شويه حقق بطوله الدوري، طلعنا معاه من افريقيا، تمام، ربنا ما قررش ان هو يكمل. جه بعد كده مستر فايلر، البدايه بتاعته كانت كويسه جدا وقويه جدا جدا، خدنا السوبر المصري، تمام، وحسمنا الدوري قبل نهايته بسبع مباريات، وصلنا للسيمي فاينال افريقيا، وصلنا الدور الثمانيه من كاس مصر. بس الظروف اللي عنده اللي هو اعلن عنها ان عنده ظروف اسريه هي اللي اجبرته ان هو ما يكملش جوه النادي. مستر فايلر كان بيعتمد على الفريق بتاعه بصفه اساسيه، ملوش دعوه بالخصم، بيهتم بالفريق بتاعه، تكوين الفريق بتاعه ايه، العناصر بتاعته ايه، يعالج المواقف اللي عنده ايا كان هو ايه الخصم. بيقول لك دايما النادي الاهلي يبقى فاعل مش رد فعل. مستر موسيماني مختلف تماما بصراحه. مستر موسيماني جايب معاه موسي من جنوب افريقيا، بقاله معاه سبع سنين محلل اداء معاه، كان في صن داونز، تمام. فالاول مره في مصر تقريبا يبقى في جوه النادي فريق عمل، موسي وانا موجودين جوه النادي. مستر موسي بيهتم بكل تفصيله انت ممكن تتخيلها، حتى طريقه استلام اللعيب للكوره، اللعيب الخصم يمينه او شماله، بتفرق معاه جدا في الاسلوب بتاعه. طبعا مش هقدر اوضح اكتر من كده، يعني بتهتم بكل حاجه، الضربات الثابته بيهتم بيها، رميه التماس بيهتم بيها، ضربه المرمى بتتلعب ازاي بيهتم بيها، كل حاجه بيهتم بيها بصراحه. طب فكره هنا انتوا نفسكم بقى كجهاز فني ان انتوا تتاهلوا نفسيا علشان بعد كده تاهلوا اللاعبين برضو نفسيا، الناحيه النفسيه انا بتكلم، لان ده اكيد جزء كبير او عامل كبير برضو بياثر. هقول لحضرتك حاجه، احنا بعد ما خرجنا السنه اللي فاتت قدام صن داونز كلعيبه وكجهاز وكمجلس اداره، كابتن محمود خطيب اجتمع بينا قال لنا الاعتذار اللي انتم ممكن تقدموه للنادي، لجماهير النادي الاهلي، هي بطوله افريقيا السنه الجايه. فاحنا شغالين على بطوله افريقيا من السنه اللي فاتت، بعد الخروج السنه اللي فاتت، مش من بدايه البطوله السنه دي، لا، من بعد الخروج احنا بنعدلها نفسيا بدنيا مع اللاعبين وكجهاز. احنا بينا بالجهاز احنا لازم ناخد بطوله افريقيا السنه دي. كنت دايما انا وكابتن سيد وكابتن سامي قمصان مثلا بنتكلم، احنا لازم بطوله افريقيا دي. فاحنا لما يكون عندنا الشعور دوت بيوصل للعيبه، واللعيبه عندها اصلا الاحساس دوت ان دوت الاعتذار اللي هيقدموه من الخروج بتاع السنه اللي فاتت. سؤال بقى، هل طبيعه شغل حضرتك كمحلل للاداء بتزداد صعوبه كلما ازدادت قوه الفريق المنافس اللي انت المطلوب منك ان انت تحلل اداؤه؟ هو بص حضرتك، اولا هي مش بالقوه او بالضعف، هو بالسيستم، الفريق اللي انا الفريق اللي احنا هنلعبه كشغل. انا احمد اسهل حاجه ليا الفريق اللي عنده سيستم او منظم، يعني الفريق اللي ليه اسلوب لعب واحد، سيستم واحد ما بيتغيرش وصوره واضحه، الصوره واضحه ما بتتغيرش، ما بيغيرش السيستم بتاعه. عكس مثلا في فرق تلاقي المدير الفني كل ماتش بطريقه مختلفه، وساعات في الماتش الواحد تلاقي ده اكيد طبعا حضرتك متابع وعارف الكلام ده كله، يعني ممكن يبدا بطريقه وبينهي بطريقه، وفي نص الماتش هو بيحاول يلخبطك، تمام. فالمدرب اللي عنده السيستم دوت بيبقى اسهل حاجه كمحلل اداء ان هو يكشفه او يفهمه كويس جدا. لكن الفرق الثانيه مثلا، في فرق قابلناها كتيره جدا السنه دي، مش عايز اقول برضه اسامي زي ما احنا اتفقنا، لا، المدرب بيلعب بطريقه انت بتعجزك، انت مش عارف تفهمه. بيلعب بثلاثه، بيلعب بخمسه، بيلعب بسته، في بعض الاحيان في خط الظهر، تمام، هو بيحاول يخنقك مش بيحاول يلعب كوره. فده المدرب، الفرق اللي الواحد بيبقى صعب جدا ان هو يفهمها. مفيش مره حد من الفرق المنافسه ضللك؟ يعني مثلا اتفرجت على الفيديوهات بتاعت ماتشاته مثلا الفتره الاخيره، وبناء عليها قيمت اداؤه تقييم ما، بس اتفاجئت في المباراه بان هو بيعمل حاجه تانية خالص والاداء مختلف تماما على اللي انت محلله لسه من قبلها بايام. لو فرق مثلا من متوسطه ممكن ده يحصل، ان هو مثلا الفرق اللي في نفس المستوى بيلعب بيها نديه ان هو عايز يكسب، بيجي مثلا قدام الفرق الكبيره لا بيأمن الاول، تمام، ويلعب على الهجمات المرتده. لكن في
انا كاحمد ما باخدش اخر ماتش او اثنين او ثلاثه، انا باخده اخر سبع ماتشات وبنقي ماتشات. مثلا لو في الدور الثاني باخد ماتش بتاعنا بتاع الدور الاول، لو مدرب جديد لا بشوف الماتشات بتاعته اللي مع الفرق الثانيه كان بيلعب بيها ازاي، مش اكيد هيلعب قدامنا بنفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها مع الفرق الثانيه. فالدنيا دلوقتي بقت مكشوفه، كل حاجه واضحه فيها جدا، ما بقاش فيها اي حاجه صعبه اللي انت تعرفها. طب لو تشكيل يعني برضو يعني خطه لعب مثلا زي خطه هجوميه معروفه عن مدير فني معين، فكره احنا برضو بقالنا فتره بنلعب بخطه 4-2-3-1 لعبناها في كذا مره، هل ده برضو يعتبر لمصلحتنا ولا ضدنا بالنسبه لفرقتنا؟ يعني بالنسبه لان اي فريق يلعب بخطه يعني محدده ومتكرره، ما دي طريقه حضرتك، دي طريقه اللعب اللي مثلا بقى 4-2-3-1 دي طريقه لعب، لكن الخطه التكتيك اللي جوه المهام كل فرد بتختلف طبعا من كل مباراه مع كل فرقه. التحرك في الثلث الاخراني بيختلف، فالطريقه بتبقى واحده مع حضرتك، من الطريقه واحده لكن الخطه نفسها بتبقى مختلفه. تمام. ممكن العب انا خطه على اجناب، ممكن بلعب من العمق، ممكن بلعب كرات طويله، ممكن بلعب كرات بينيه، على حسب كل فرقه، لكن الطريقه بتبقى واحده. طيب احنا بقى تعالى نتكلم شويه عن كابتن احمد شخصيا، يعني انت شخصيا كنت لاعب كره قدم قبل كده في اكتر من فريق، وبعد كده توليت مهمه تدريب في اكاديميه الاهلي وغيرها من الاكاديميات، ثم اتجهت مؤخرا لمساله تحليل الاداء. ليه خدت الخطوه دي؟ هقول لحضرتك، انا بدات في اكاديميه الاهلي من اول 2006 لغايه 2015. بعد كده برضو بعد ربنا سبحانه وتعالى كان كابتن علي ماهر ليه فضل عليا في الموضوع دوت، ان هو خدني من موضوع الاكاديميات، مسكنا مع بعض فرق درجه اولى، بدات انا وهو بدانا الفرق درجه ثانيه نجوم المستقبل والترسانه، وبعد كده مسكنا الاسيوطي بالمسمى القديم بتاعه اللي هو كان بيراميدز دلوقتي. حققنا طفره طبعا مع فريق الاسيوطي، نهينا بيه الجدول في المركز الثامن. في فتره الاسيوطي دي احنا كنا قاعدين في منتجع الاسيوطي في بني سويف، كنا بننزل القاهره مثلا ممكن يومين في الاسبوع. فانا مثلا بعد ما بخلص تمرين بجيب التدريب، بجيب الماتشات بتاعتنا، بجيب ماتشات الفرق الثانيه، بقعد بقى انا احللها. انا كنت مدرب. تمام؟ فكان في معانا كابتن محمد عادل، هو مدير اداري دلوقتي في الميريه اسبانيا. قال لي انت ليه ما تاخدش موضوع تحليل الاداء ده العالم كله دلوقتي تحليل اداء، والمجال بتاعه مفتوح في مصر. كان فعلا في مصر ما فيش غير 5 محللين اداء. ما فيش في مصر غير 5 فقط. دي معلومه انا اول مره اعرفها. تمام. فانا قعدت افكر في الموضوع. قال لي اللي انت بتعمله ده اساسا من ان هو كان قبل كده اشتغل في السعوديه. قال لي انت بتعمله ده اساسا محللين الاداء هم اللي بيعملوه الشغل المانيوال اللي انت بتعمله، هو ده شغل تحليل الاداء. كلمت بقى مع كوره ستاتس في مصر هنا، خدت فكره عن الموضوع، عرفت الموضوع بيمشي ازاي كسوفت وير، كامكانيات ايه. من الدور الثاني في الاسيوطي بقيت مساعد مدرب ومحلل اداء. حلو، خلينا بقى بعد اذنك نقف تحديدا عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا فيها. نرحب بحضراتكم مره ثانيه، وحديثنا لسه مستمر مع كابتن احمد، وكنا بنسال حضرتك عن الكارير شيفت اللي حصل. يعني خلينا بقى نكمل مع حضرتك. كان قبل هو انا ما بعدتش قوي حضرتك، تمام، انا بس ايه اضفت حاجه ثانيه وكملت فيها الحمد لله. لا تخصصت في بقى في مجال تحليل الاداء، خدت كورسات اونلاين، برشلونه بيدي كورسات اونلاين. تمام. في ريال مدريد بيدي كورسات اونلاين، بس اخدت من برشلونه كورس اونلاين. بعد ما خلصنا الموسم اتحركنا على سموحه كجهاز فني بالكامل، شغل كويس جدا. حصل عدم توافق في وجهات نظر، سيبنا سموحه الحمد لله في المركز الثالث. وبعد ما سبت سموحه قعدت فتره كده، وبعد كده لقيت مكالمه من كابتن محمد يوسف عايز يقعد معايا. رحت ما قعدت معاه، قال انا عايز اعرف انت دورك ايه بالظبط، بتعمل ايه. قعدت معاه قعد بتاع 3-4 ساعات، قال لي خلاص ماشي. كان عنده ماتش مع فرقه، فقال لي تعرف تعمل لي تقرير عنها؟ قلت له ماشي. قال لي قدامك قد ايه؟ قلت له بكره الدور هيكون عندك. الكلام ده كان حوالي الساعه 11 بالليل. بعته له فعلا تاني يوم الصبح. ده كان تحليل عن الفريق، كان الاهلي هيلعبه بعد ما كان مستر كالدرون مشي. وكان مع كابتن محمد يوسف مسك فتره مدير فني مؤقت. تمام. قال لي طب خلاص ماشي تمام. استنى ان شاء الله مني تليفون. على الساعه 4 العصر كده لقيت كابتن سعد الحبيب بيكلمني.
بيقول لي انت فين؟ قلت له في البيت. فقال لي طب تعرف تجي لنا الاوتيل اللي احنا بنعسكر فيه؟ قلت له ماشي. قال لي طب هات اللابتوب بتاعك معاك والكلام ده كله. قلت له حاضر ماشي. رحت قعدت معاه، افتكرت ان انا طبعا قاعده مع الجهاز زي ما قعدت مع الكابتن، فقعد مع بيت الجهاز. قال لي احنا عندنا محاضره دلوقتي وانت هتدخل تعمل محاضره للعيبه. فدي كانت بدايه شغلي في النادي الاهلي مفاجاه كده، صدمه. حلو ده، بدون اي مقدمات. جميل. طيب برضو يعني بحكم انغماس حضرتك في عالم كره القدم، واحنا كلنا بنشهد على فترات ان كل فتره والتانيه بتستجد اشياء معينه في دنيا كره القدم، سواء تحكيميا ليه علاقه بالاداء. حتى حضرتك بتقول من شويه ان مجرد تايتل محلل الاداء ده يعتبر من التايتلز اللي يعني مستجده نسبيا، وانت بتقول مصر ما فيهاش غير خمسه بس. ايه تاني بصدد انه يحصل الفتره الجايه؟ يعني وخصوصا ان في بعض الامور بنشوفها الاول في دوريات اجنبيه او في كره القدم الاجنبيه، بعد كده بتجينا على عالمنا العربي. هل في حاجه جايه لنا في الطريق؟ اه طبعا. زي ايه؟ اول حاجه، اولا بره مثلا في الدكتور النفسي او المحلل السيكولوجي للفرق لسه ما دخلتش مصر. لا احنا عندنا الاهلي كان استعان بيها فتره من فترات ايام مسلمان جوزي، بس ما اتكررتش تاني، بس دي موجوده. ومش عايز اقول لحضرتك ان هو فرد، ده جهاز كامل، فريق عمل كامل، زي مثلا تحليل اداء مثلا في مانشستر سيتي 9، في ليستر سيتي 17، ليفربول مثلا جاب مدرب فتره مؤقته، مدرب لرميات التماس في الثلث الاخراني من الملعب، مدرب ازاي يعلم اللعيبه انها ترمي الاوت في الثلث الاخراني، ان هو برضه محل اداء اكتشف ان لما يبقى في اعلان التماس في الثلث الاخراني من الملعب دايما بتنتهي بهجمه مرتده على ليفربول. تمام. فهو جاب مدرب من المانيا، تمام، ازاي يعلمهم ازاي يعملوا رميات التماس بحيث ان هم يحافظوا عليها ما ترتدش تاني ليهم عليهم هجمه مرتده. زي ما كنت ما طلعش من موضوعنا، المحلل النفسي او السيكولوجي موجود، تمام، وبقى معاه جهاز بالكامل. ده حضرتك بتتكلم ايام مانويل ولا دلوقتي؟ هو كان دكتور شحاته، اللي هو دكتور محمد فكري حسب ما انا برضو معلوماتي كده. بس هو دلوقتي في دكتور برضو للفريق بتهيألي نفسي؟ لا مفيش. مش احنا مفيش حد خالص ولا فرد حتى دلوقتي؟ لا لا لا. اوكي. كان انا اعتقد ان احنا استضفنا حد لو انت فاكر كمان مع مستر فايلر، كان جه فتره مؤقته كابتن شعيب. تمام. هو كان لعب معاه في سويسرا، كان جاي محلل نفسي للفرقه، قعد 3 شهور، وبعد كده قال ان هو عنده معايشه في بايرن ميونخ في المانيا. تمام. فبس بعد عقبال ما خلص الكورس بتاعه في فتره المعايشه، كان مستر فايلر قرر ان هو هيرجع بلده تاني. طيب تعالى نرجع برده تاني للتفصيله دي، تفصيل التحليل الاداء. هل لما بتيجي تمارس طبيعه شغلك وتحليلك للاداء، هل بيبقى في معايير معينه بتقيس الامور بناء عليها، ولا بيبقى في برضه مساحه لتذوقك انت الشخصي ورؤيتك للمباراه؟ لا، هي ما فيهاش راي شخصي دي خالص، يعني دي عمليه بحته، ما لهاش راي شخصي، ما فيهاش عواطف، ما فيهاش اي حاجه. 1+1=2. اللاعب ليه مهام مكلف بيها، قدمها او ما قدمهاش. ليه واجبات لازم يعملها، عملها ولا ما عملهاش. الفريق الثاني انا بستكشفه، بديه تقرير للمدير الفني، هو يحط استراتيجيه بتاعت الفريق بتاعته بناء عليها. تمام. لكن عندنا مثلا كتحليل اداء الفريق بتاعي نفسه، لا، ما فيهاش دي راي شخصي او مش عارف اسميها ايه، مثلا ما فيهاش خالص، يعني هي واجبات، ما فيهاش مساحه للاهواء الشخصيه. لا 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 خالص خالص خالص. خلينا نقول، هل في مره مثلا لقيت، انا بكلمك بقى على تحليلك لاداء الفريق اللي انت تابع ليه؟ تمام. مش الفريق الخصم. هل في مره او اكتر من مره لقيت ان مثلا الاداء اللي انت حللته يختلف تماما عن توجيهات المدير الفني اللي المفروض ان اللعيبه نازلين يطبقوها نظرا لملابسات المباراه نفسها؟ دايما بيبقى في تنسيق دايما بين المدير الفني ومحلل الاداء. قبل ما يتعرض على اللعيبه انا بقعد مع المدير الفني بشرح له كل حاجه. تمام. هو ليه راي ممكن يقوله معايا، تمام، ونتفق عليه. لكن في الاخر الكلام سواء المحلل اداء او المدير الفني اللي بيقول اللعيبه بيبقى متفق عليه ومتوافق عليه من المدير الفني. تمام. بعد حضرتك احنا بنجيب حالات متكرره من كذا مباراه في كذا وقت وكذا منافس ليه. اوكي. فالطرق نفسها بتبقى
بتبقى زي باترن كده، بتبقى ايه، بتبقى حاجه واحده مش مختلفه. طيب انا هختم حضرتك بجزئيه لان دي برضو انا حابه اعرفها، هل في فريق يعني كان في صعوبه عند حضرتك انك تحلل الفريق ده او لاعب معين او اداء مثلا مدير فني معين فكره، هل كان في حاجه كده تحكي لنا عنها؟ اول حاجه الفرق اللي مش ما بتعرفش ده ممتاز، او الفرق الافريقيه ما بتلعبتش قبل كده دوري ابطال افريقيا، فرقه مجهوله بالنسبه لك. يعني احنا هنلاعب فريق كمان 12 يوم بالظبط من نيجر، احنا لسه بنحاول نجمع الداتا بتاعته لغايه دلوقتي، ان ملوش اي مباراه اذاعت قبل كده، فدي طبعا فريق صعب جدا، ما تعرفيش اللعيبه بتاعته، ما عندكيش السكواد بتاعهم، ما عندكيش اي داتا عنهم. النيجر الدوري بتاعها مش مذاع اساسا، يعني برغم الانترنت والفيديوهات اللي بتترفع والمباريات السابقه، يعني بحاول اتواصل مع الدرجات دي من نيجر هناك، فربنا يسهل ان شاء الله، هيبعتوا لي حاجات كويسه ان شاء الله باذن الله. لكن هي دي الصعوبه الوحيده اللي الواحد بيقابلها، هو بيبقى لسه ما فيش معلومه اصلا انت حاصل عليها يعني قبل كده في اداء بالظبط، دي المشكله. لكن الداتا عندي خلاص ما فيش اي مشكله الواحد بيقابلها، لكن الصعوبه بتبقى في اجواء المباراه نفسها، حسيت المباراه نفسها هي دي بتبقى الصعوبه. مهما اللعيبه كانت محافظين ومركزين والكلام ده كله، اجواء المباريات بتبقى يعني نهضه البركان لسه ما فيش دلوقتي اي توقع، نهضه البركان امان، لا كل حاجه موجوده وجاهزه خلاص. نطمن على اللي جاي بس. لا نهضه البركان كل حاجه جاهزه. طيب هايل جدا ان شاء الله، موفقين وسعدنا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا. انا اسعد بصراحه كابتن احمد، دورتنا وصباح الفل عليك. صباح الفل ان شاء الله، الاهلي يفوز برده ان شاء الله، اهلي ونهضه البركان، ويبقى ماتش قوي باذن الله، وكل التوفيق لحضرتك بجد كابتن احمد، اسعدتنا. ان شاء الله. كنت عايز اقول حاجه اخيره بس يا فندم، يا خبر كل سنه وانت طيب يا كابتن. ايوه صح كده، ماشي هنروح.